احنا جهزنا لفريق كرة طياره خاصه ووفرت لهم مسافه كتير، لانه ده الزمالك الجديد كان هينزل في العاصمه هياخد ساعتين ونص. دلوقتي تلت ساعه ما بينها وبين الاوبن على سوسه. كان مطار منستير بالظبط. انا ثقتي في الجهاز الفني اسماعيل يوسف امير مرتضى المساعدين بتوع جروس في اللعيبه لاعب ومستر جروس طبعا. انا قلت لك مستر جروس ومساعدينه لاعب ثقتي فيكم مطلقه انا والجماهير. وزي ما قلت لكم لو ربنا رايد تاخد البطوله هجي لك البطوله، بس بالجهد وبالعرق وبالاخلاص في الملعب 90 دقيقه رجاله. ودي فرصه بشكر شعب تونس المحترم، نجم الساحلي استقبال محترم، حاجه محترمه. وعندك الافريقي والترجي وكل الانديه دي صفاقس حاجه راقيه ومحترمه. اتعاملت مع كل رؤساء الانديه دي. تونس دي بلد جميله محترمه متحضره زي الجزائر وزي المغرب وزي الشعب الليبي بالظبط. وكفايه دفاع نقيب الصحفيين هناك عن لما الولد قال لأدبه على النادي الاهلي مش علينا احنا. صحيح. خلاص وانا اللي دافعت عن النادي الاهلي والاخ الخطيب والناس الاعلاميين بتوعه ما حدش يتكلم خالص. دفعت نقيب الصحفيين هناك الفنانين هنا لطيفه ودره كلهم بصراحه عملوا بيانات على صفحاتهم. ده شعب طبعا شعب محترم جدا جدا وشعب راقي. بشكر فرجاني ساسي طبعا جميل. الرقي انه استقبلهم وقابلهم هناك وما شاء الله الحمد لله مشي على رجليه. وانا بتكلم على طول بتطمن عليه وقال كده طبعا طبعا. وانا يعني هو اللي حسده مدحت شلبي يعني غير وانا مغمض كده هو اللي حسده قعد يقر على الواد لغايه في كره عبيطه. لكن ده ما شاء الله يعني ربنا يعني يرجعه عمل كده بالسلام. فانا واثق في اولادنا 100 100. بقول لجمهور الزمالك ادعوا ان ربنا يوفقنا. ممكن كره عبيطه تيجي في مناخير لاعب تخش جون في الفريق المنافس توفيق، وكوره قويه جدا تخش تيجي في العارضه. فاحنا واقفين ورا فريقنا واقفين ورا الجهاز. بالنسبه لجروس ده عقد بيننا وبينه. صحيح. هو طلب انه يتكلم في تجديد العقد. تمام. احنا ما عندناش مشكله. بس ده سابق لاوانه. لانك انت لسه انت بتفنش زي ما قلت الامتحان. انت خلاص الترمات كلها ذاكرت فيها الامتحان النهائي. عندك يوم الاحد ان شاء الله لو ربنا كرمك وعديت من نجم الساحلي المباراه النهائيه هيبقى عندك المباراه النهائيه في مصر هنا ان شاء الله هنشيل الكاس. عندك منافسه على الدوري، عندك كاس مصر انت لاعب المقاصه واعتقد الاسماعيلي والاتحاد هيلعبوا يوم الاحد الجاي دور الثمانيه. دور الثمانيه بكره ولا امتى؟ يوم الاحد. يوم الاحد يوم الاحد ان شاء الله. ربنا يوفقك هتوصل للنهائي. عندك بعد كده الدوري فرق نقطه واحده. عشان الاخ اللي قاعد يحسبها اللي اسمه طارق الادور يقول لك ايه، والاهلي يكسب كل مبارياته يبقى عنده 81 بونت. طب ما الزمالك لما يكسب كل مبارياته هيبقى 83 بونت. هيبقى 83 بونت. لا انا قلت حاجه ثانيه امبارح. وانت هو الاهلي 79 بونت. لا يا استاذ مصطفى قلت حاجه ثانيه امبارح والناس تركز. افرض دلوقتي فرق بونت للاهلي. تمام. هو كسب ماتش يعني الاهلي الزمالك ليه ماتش فرق بونت للاهلي. جزء الاهلي كسب كل ماتشاته. تمام. والزمالك اتعادل. هيبقى فرق كام؟ 3 بونت للاهلي. تمام. تيجي تكسب انت الاهلي المواجهات المباشره تاخد دوري يعني كمان. عايز اقول لطارق الادور انت بتكره مرتضى منصور وادويتك اتشطبت خلاص في النادي. عشان اي حد مش عاجبه نادي الزمالك هيبقى بره النادي، هيهاجم الزمالك هيبقى بره النادي. تمام. وعندك دوري ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اولادنا اولاد محترمين من غير عاشور من غير نور الدين. وبعدين زي ما انت قلت قبل كده مع احترامي للنادي الاهلي، مش انت اللي قلت على التحكيم المصري تحكيم فاجر؟ ولا هو يبقى فاجر ها لما يجي عليك ويبقى عظيم لما يجي على الزمالك ويجاملك. ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يوفق اولادنا بكره في السله ويوفق اولادنا. واعتقد هم النهارده واخدين اذن للسهر علشان يتفرجوا علينا يشوفونا. فانت بتوصل لهم رساله دلوقتي ان هم بيتفرجوا عليك. طبعا في وقت مهم جدا. مش اقل من 50 مليون مصري واكتر من 200 مليون عربي وراكم. وزي ما قلت لكم 90 دقيقه رجوله في الملعب واخلاص للفانيلا وسعدوا جماهيركم والباقي على ربنا وفي النهايه ربنا بقى توفيق ربنا. عشان كده بقول احيانا الزمالك بيكسب ما بقاش مبسوط. صحيح. واحيانا الزمالك بيخسر بس يبقوا رجاله في الملعب بديهم مكافاه. واخد بالك هي دي الرياضه.